حديثنا اليوم سيكون عن الفوضى الفكرية لدى الشباب. أخواني الأحبة، الذي يلاحظ الشباب اليوم في بلادنا وفي خارج بلادنا يجد أن هناك فوضى فكرية عجيبة لدى الشباب، حيث أن الذي كنت تحمده في هذا اليوم مباشرة إذا لقيته بعد ذلك تجده قد تغير واختلفت أفكاره وتناوشته التيارات من ها هنا من ها هنا. وقد انتشر بشكل كبير بين الشباب مجموعة من الأفكار المتناقضة. فتجد الشباب بعد أن كانوا مستقيمين يعظمون العلماء ويحترمونهم ويهتمون بما ينفعهم في دينهم وفي دنياهم وفي أخراهم، وإذا بهم فجأة تحولوا إلى شيعة يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبون أمهات المؤمنين ويسيئون الظن بالأمة كلها ويتابعون ما يقوله أئمة الرافضة في سائر أفكارهم وينشرون هذا الفكر بين أصحابهم. والذين يتابعونهم منهم من يتابعهم في فكرتهم كلها، ومنهم من يأخذ نتفا من ها هنا ونتفا من ها هنا فيتزعزع دينه وتتزعزع عقيدته ولا يعود يثق بأهل السنة ولا بعلماء الإسلام ولا بكتب أئمتنا رحمهم الله. ويقابل هؤلاء طائفة تراهم كانوا مستقيمين متدينين يقرؤون القرآن ويحضرون المساجد وينصتون إلى العلماء ويعظمونهم، فجأة وإذا بهم يغلون في دينهم ويكفرون الناس ولا يعذرون جاهلا ولا متأولا ويبالغون في ذلك حتى يكفروا جملة من الناس، ويتطور ذلك إلى إساءة الظن بالعلماء وسبهم واتهامهم بالعمالة واتباع الحكام وما إلى ذلك من الاتهامات، ثم يتطور الأمر إلى القتل والتكفير والتفجير وما إلى ذلك من الأمور التي أصبحنا نراها بشكل فج. قد كنا زمانا نقول إن هذه الأفكار أصبحت نادرة ومضمحلة وفي فئات قليلة من المجتمع، إلا أننا تفاجأنا في هاتين السنتين الأخيرتين بانتشار هذه الأفكار بشكل كبير، حتى أصبحت تنتشر كالنار في الهشيم، وأصبح الشباب يسيئون الظن وينفرون إلى بلاد فيها جهاد وقتال لأعداء الله عز وجل، فينقلبون على إخوانهم قتلا وذبحا ويرتكبون أفعالا مشينة. ونسي هؤلاء القوم أن الله سبحانه وتعالى عظم روح المؤمن وعظم روح المسلمين وجعل قتلهم جريمة كبرى. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية ترهب ترهيبا عظيما من قتل المسلم عن عمد. ولذلك الأحاديث التي وردت في الخوارج شديدة جدا، مع أن الإنسان يحقر صلاته أمام صلاتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويحقر صيامه أمام صيامهم، ويحقر عبادته أمام عبادتهم، ولكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لما؟ لأنهم هونوا ما عظمه الله سبحانه وتعالى، ولأنهم اغتروا بأفعالهم، اغتروا بعبادتهم، فرأوا أنفسهم أفضل من غيرهم، بل رأوا أنفسهم في ذلك الزمان أفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم نفس الشيء، تجد شبابا أصبحوا يرون أنفسهم خيرا من علماء الأمة وأفضل من مجاهديها وأفضل من صالحيها، واستحلوا دماء واستحلوا من أموال مسلمين، بل من فضلاء المسلمين، بل من المجاهدين في سبيل الله عز وجل، حتى أصبحنا نرى مظاهر شنيعة من قطع الرؤوس ووضعها والتفاخر بالتصور معها وما إلى ذلك من الأمور. هذه حقيقة فعلا من الأمور الخطيرة جدا، وما عاد عالم يسمع له كلام وما عاد إمام يتبع في هذه الأمور كلها. ويقابل هذين وهذين طائفة الذين يريدون أن يعيدوا الدين كله، أصحاب إعادة قراءة النص. نسأل الله عز وجل أن يرد بنا وعلى العلماء
أن يقوموا بدورهم، وإلا فإن الأمر سيستفحل أكثر من هذا.